الذين يحتمل أن هذه الآية تشمله، لا يمكن لهذه الآية أن تشمله. هل يمكن أن تكون عائشة بلحاظ الواقعية التاريخية مشمولة لهذا الخطاب؟ النبي صلى الله عليه وآله هذه موجودة في كتبهم، أشار إلى بيت عائشة وقال: من ها هنا يطلع الشيطان قرنه، ها هنا بيت الفتنة. وأظن هذا في البخاري موجود هذا الحديث. هذا يمكن أن الله تعالى يخاطب عائشة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زوجات النبي صلى الله عليه وآله اللي قاموا كلهن ضد النبي، جميع زوجات النبي صلى الله عليه وآله قاموا ضد النبي، والنبي غضب واعتزلهن في مشربة أم إبراهيم لعله في مكان آخر، حتى الله تعالى انتصر لنبيه صلى الله عليه وآله وهددهن بالقرآن الكريم: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. روحوا، هذا معناته تهديد من قبل الله. أو الآية الأخرى الله تعالى يخاطب المرأتين: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. في المرأتين هذا مثل للمرأتين. أو عائشة، جاء رجل إلى عائشة وقال لها: ماذا تقولين في أم قتلت ابنها؟ قالت: جزاؤه جهنم خالدا فيها. فقال لها: ما تقولين في أم قتلت 20,000 واحد من أولادها؟ عائشة في حرب الجمل قتلت 20,000 واحد أو 18,000 واحد، فقالت: أخرجوها عني أو أخرج. هل يمكن هذه المرأة أن تكون مطهرة؟ أن الله تعالى أذهب عنها الرجس وطهرها تطهيرا، وبكلمة إنما، وبكلمة أهل البيت التي تفيد الاختصاص. راجعوا باب الاختصاص في ألفية ابن مالك وشروحه: الاختصاص كنداء دونيا كأيها الفتى بإثر الرجونيا. إنما اللي بقول علماء اللغة العربية ومنهم الزجاج بمعنى ليس إلا، وأهل البيت الاختصاص دون الغير، دون الآخرين، دون بقية المسلمين. هل تكون هذه المرأة اختصها الله سبحانه وتعالى بالتطهير المؤكد الاختصاصي؟